مرحبا بكم ناسي خوتي خياتي مشاهدينا الكرام، جيتكم بوصفة صيفية سهلة وسريعة وما تطلبش مقادير كثيرة، وانت ما عليك إلا أن تنضم للقناة وتعمل لنا اللايك وما تنساش أخي المشاهد لتشترك معنا ولتتواصل بكل ما هو جديد على قناتنا. في إناء نضع ملعقة صغيرة ملح، نضع أيضا ملعقة صغيرة فلفل عكري أو البابريكا، نضع ملعقة صغيرة توابل خاصة بالدجاج أو الكيري، رح يعطي بنا أطيب للأكل. أيضا رح نضيف ملعقة فلفل أسود وملعقة لبس بها نتاع المطاغد، يعني كتحسين للذوق، لأنه المطاغد البنات أو الدجاج يحب بزاف نكهة المطاغد. ونضيف أيضا حوالي 3 ملاعق كبار زيت زائد 3 حبات نتاع الثوم. البنات الثوم كيما شفتوا معايا أنا كنت سكرفشتو، راح نبشرهم ونخلط جميع التوابل، راح نعملهم كحشوة أو تتبيلة لصدر الدجاج. راح نقسم الحشو أو التتبيلة نتاعنا إلى قسمين كما شفتوا معايا حبيباتي. القسم الأول راح نحط له صدر الدجاج، ولا راح نزكيه بصدر الدجاج، راح نزكيه بهذيك التتبيلة، راح ندخل فيه جميع التتبيلة كما شفتوا معايا، راح نعجنه مليح. أنا البنات سمحوا لي نحب نخدم بيدي باش يعطيني نتيجة أحسن. القسم الثاني كما شفتوا البنات، أنا راح نحط الدجاج ولا صدر الدجاج راح نحطه أكوتي، وراح نجيب لوليان ثاني وراح نحط فيه البطاطا نتاعي. البطاطا البنات كما شفتوا معايا أنا قطعتها دي غوندال ولا إلى دوائر. انا راح نحط الكميه تاعي البنات، حطيت حوالي 7 حبات بطاطا من الكبار، وحطيت 3 حبات كبار نتاع البصل كما شفتوا معايا. انا راح ندخل كامل هذيك التتبيله تاعي تاع الموطاغد اللي كنت حطيتها، راح نغلف بها كامل البطاطا تاعي والبصل هكا باش تعطيني بنه، ولا باش تعطيني بنه زاكيه للطبق نتاعي. هذه هي البنات باش تكون خدمتنا حقيقيه، ويعني ونربحوا الوقت، وباش الخضره نتاعي نعطي لها الوقت باش تكون سيرفي هذيك النكهه كامل تاع التتبيله نتاعي. من جهه راح نحضر صينيه ندهن السطح نتاعها بكميه معتبره من الزيت، هكذا باش نتحصل على بطاطا تكون طايبه ومجمره، وفي نفس الوقت البنات انا نحوسها طيب اللي محمره من الاسفل، لاني راح ننشفها كامل من لاصوص نتاعها. هذه هي حبيباتي باش تطيب لنا على قانيها وطيب لنا مجمره، لازمنا هاد الخطوات كيما شفتوا معايا. انا راح نساوي كامل الخليط نتاعي تاع البطاطا والبصل في الصينيه، وبعدها راح نساوي الحبه نتاعي تاع الطماطم. البنات الطماطم اللي استعملتها الطماطم هذيك النوع الصغير، هذيك اللي ما فيهاش الماء بزاف البنات، يعني معمره تلقاوها فيها الزريعه الداخل مي ما فيهاش الماء، هذيك صدقوني تاني يعني راح تمدلها واحد الذوق للبطاطا نتاعي روعه روعه. كما شفتوا معايا البنات انا الطماطم درت لها ان كوش تاع التوابل، يعني واش حطيت التوابل كامل اللي حطيتهم في التتبيله انا حطيتهم فوق الطماطم، ملحتها وحطيت لها الفلفل الاسود، حطيت لها ايضا البابريكا، حطيت لها ايضا تتبيله الدجاج. شوفوا ما شاء الله شكلها يشهي. هنا كما راكم تشوفوا البنات نروح مباشرة إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية البنات كما شفتوا أنا الخليط نتاعي نتاع صدر الدجاج كما شفتوا معايا هنا، لما كونسيرفا كامل هذيك التتبيلة خليته روبوزا واحدة نص ساعة، بعدين يعني شكلته على شكل دوائر. أنا راح نشكلهم كامل البنات، جوني حوالي 7 حبات. هذه هي البنات انا هذه السومات تاعها تاع صدر الدجاج جاتني حوالي 35000، يعني من 35000 40000. شوفوا دارت لي سنيوه يعني ما شاء الله، يعني تاكلوا وتوكلوا ما شاء الله صدقوني، وبنتها روعه. هذه هي البنات، صباح الخير عليكم خوتي خياتي الناس الزينه ناس حاجب بوعوينا. خلوني نشكر خياتي اللي عاونوني باش تطلع قناتي، نشكركم كامل واحد واحد، نشكركم وفضلكم على راسي من الفوق. البنات هنا شوفوا بعد اللي ساويتهم كامل هذوك الشرائح نتاع صدر الدجاج، كنت كيما شفتوا معايا كنت درت لهم دي تخي هكا بالفرشيطه باش كيطيبوا لي، يعني يجيوني يعطوني شكل مخالف ويجيوني شوفوا ما شاء الله، يعني شوفوا الصوره وحدها تهدر، يعني ما عندي ما نقول ما شاء الله. هنا البنات فقط نعطي لهم انكوش تاع الزيت من الفوق هكا، يعني باه يتحمروا لي ويجيوني طريين.
هذه هي. ربي فرحكم وبارك الله فيكم. شكرا شكرا جزيلا حبيباتي، فرحتوني، فرحتوا لميمة باشتراكاتكم وبدعمكم المتواصل. نقولكم فرحوني بالجام وفرحوني بالبارتاج البنات هكذا باش يوصلكم كل جديد من الأطباق التقليدية نتاعنا ومن الحلويات أيضا التقليدية. ما تنسوناش البنات، بارك الله فيكم. شوفوا البنات هنا يعني بالدمة وريت لكم هذه الطريقة أمامكم، يعني كل شيء راهو قدامكم. شوفوا هنا هذيك صدر الدجاج، شوفوا جات ما شاء الله، يعني ما جاتش ناشفه، جات مشمخه وبنتها ما شاء الله، يعني التتبيله هذيك زادتها واحد البنه ما شاء الله. يعني كل شيء راهو قدامكم، شهيتكم في الجنه حبيباتي. هنا وصلنا الى اخر فقره اللي هي الوداع. الفقره هذه اللي ما نحبهاش البنات، والله ما نحب الفقره هذه، لكن لازم علينا نتفارقوا حتى نطلع لكم صفات اكثر ونطلع عليكم بالجديد. وان شاء الله تكون بطاطا كوشا نالت استحسانكم. وصفه اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم، والى اللقاء الى الملتقى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.